اتفضل يا استاذ زياد. الله يساعدك يا اخ وليد. اللهم امين. سيده فاطمه، هل لها غضب مسموح وغضب ممنوع؟ شيخ وليد. نعم تفضل شيخ وليد. انا عندي سؤال اريد اسال، اي اقرب الى النار، السنه ام الشيعه؟ ايهم اقرب الى النار؟ ايه، السنه ام الشيعه؟ الموحد. الموحد مو مو هنا 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 اكو نقطه هامه. اصحاب المسؤوليه اللي مكلفين بنشر الدعوه هم منو، الشيعه ام السنه؟ المفروض على راي الشيعه، المفروض الشيعه الاول. حضرتك شيعي ولا سني عشان اجاوبك الاجابه الصريحه؟ أنا شيعي. انت شيعي. المفروض شيعي الموكل بنشر يعني الدين، المفروض الموكل عند الشيعه بنشر الدين هم المعصومين. لا، احنا هنا الدين، الدين حسب ما نعرفه انه اصحاب محمد هم مكلفين بنشر الدين. نعم حسب فهمنا احنا. نعم. يعني احنا انا من اريد احاكيك، احاكيك من الناحيه العقليه، ما اقدر اناقشك من الناحيه الدينيه لان انت ابلغ من عندي وهذا اختصاصك. فاني ما اقدر اناقشك من الناحيه الدينيه لان انت افقه من عندي بهذا الموضوع. فاني اريد اناقشك من الناحيه الفكريه العقليه. حلو، انا اقول لك بكل صراحه وكل اختصار. النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما احنا بنقول الصحابة يعني من ضمن الصحابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وسمع منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأدى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجب على كل مسلم الأخذ منه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل اختصار. شيخ وليد، تدرون أنتم المبلغين، أنا طبعا شيعي عربي، أنت ما تعرف يعني شنو شيعي عربي وشنو شيعي إيراني. هاي شوية فكرة ما وصلتك بعدها لحد الآن. أكو عشائر منقسمة نصفين، نصف سني من عدمه ونصف شيعي حسب موقعهم الجغرافي، قعدوا هناك فتشيعوا، يعني الأغلبية شيعة وفصاروا منهم. فأنا من هاي العشائر. نعم. اللي نص شيعي بس الأغلبية، الأغلبية اللي وسط اللي المتزوجين ونسواننا من عندهم شيعيات. بس شنو، أنا إنسان كنت مبتعد عن الطرفين بصراحة، إنسان علماني يعني، بس يعني كبرت قلت لازم ألتجئ إلى دين. ما يصير إنسان كبر لازم ينتجئ على دين. ريت أدحق على المشايخ، وأنا يعني صاحب شهادة، مو تقول إنسان جاهل. حشاك. فأدحق. حشاك. أدحق على الأقرب إلى دين محمد بصراحة أحكيها، ولو يعني غض النظر عن الطائفية، أشوف اللي أقرب إلى دين محمد هم السنة. الحمد لله. إيه بس شنو أكو الشيعة غالبيكم بشغلة. نعم. أنتوا شوية بعيدين عنه، غالبيكم واستدرجوكم دون أن تشعرون. نعم. اسألني شنو هو أستاذ. تفضل تفضل. الشيعة مسوين قنوات وقاعد يشوفون عليكم على أساس أنه أهل الحق. نعم. وقاعد يهمون الناس البسطاء على اساس انهم اهل الحق، جروكم لمناقشتهم. نعم. هم يعرفون جماعتهم ويعرفون مجتمعهم انه مجتمع جاهل يمشي بالعاطفه. نعم. ويمشي على هواه، على رغباته. الدين الشيعي هوايه من الشيعه، المذهب الشيعي دا يؤدي رغباتهم. فهم عندهم مثل هناك شائع يقول ذبها برقبة عالم واطلع من عندها سالم. نعم. يقول لك أنا استمع للشيعي، للشيخ الشيعي، اذا هو باطل فهو برقبته. يعني شوف هذا الجهل هم اكثر الناس يتم فهمهم. وللاسف رغم بلاغه
أهل السنة بس قدروا يجروكم وبهاي فخاخكم ووقعوكم. المفروض أنتوا ما تناقشوهم، المفروض أنتوا تحذرون من عندهم زين، لأن أولا المستوى الفكري ما بينكم وما بينهم واسع، ما يصير يعني هسه حتى يعني لو نجيب نضرب بمثال بسيط، لو نجيب مصارع قوي ويجي على واحد ضعيف يقول له صارع، يقول له لا ما صارع، شلون اصارع انسان ضعيف؟ زين انتم ابلغ من عندهم وافهم من عندهم واحسن من عندهم علما، شلون تسمحون لنفسكم ان تناقشون ناس جهله وجراكم الفخاخكم ووقعاكم بفخ وانتم ما تدرون؟ نعم الشيخ وليد هاي النقطه انتم غافلين عنها بصراحه، وانا دا اشوف انه تصرفكم ويا الشيعة تصرف غير صحيح. ممنوع بس انت حضرتك يعني حضرتك تنسيت شيء، ان احنا برضو عندنا اهل السنه والجماعه يعني غالب العوام ليس له في قضيه السنه والشيعة، فبيطرحوا عليهم شبهات، فالعوام بيستغربوا من الشبهات ديت لان ما سمعوها قبل كده، فلازم نرد على الشبهات ديت. فاحنا لما بنيجي نرد لوحدنا على الشبهات ديت يقول لك طب ليه ما تناقش مع الشيعي الذي طرح الشبهات؟ انت فهمني؟ فالبرنامج بتاعنا، البرنامج بتاعنا بفضل الله عز وجل يعني سيف له حدان. الحد الاول ان احنا بنضرب الشيعة اللي قدامنا ما بيقدروا يناقشونا، والحد الثاني بفضل الله عز وجل هو تعليم، تعليم من؟ تعليم اهل السنه والجماعه كيف الرد على الشبهات وكيف دحض الشبهه التي ياتي بها الشيعي. فلكن طب هنعمل ايه احنا؟ انت تعرف، وبص اقول لحضرتك حاجه، الفطره الناس نفسها عايزه تسمع النقاش. يعني انا مثلا هقول لحضرتك حاجه، انا دلوقتي لو انا ما استقبلتش اتصالات لا من السنه ولا من الشيعة وفضلت كده ماسك اللابتوب بتاعي واجيب الشبهات الشيعيه واقعد اقراها وافندها، صدقني مش هتلاقي جمهور. ليه؟ لان الجمهور عايز يسمع من كلتا الطرفين. استاذ وليد تفضل. انا شرحت لك الموضوع، اكو انسان كثير يقول لك المذهب الشيعي انا دا ادي رغباتي، انا دا ادي لي رغباتي، واني وضربت لك مثال استاذ وليد، ضربت لك مثال انهم دا يقولون احنا بعقيدتنا انه هذا المثل دارج عندهم وعندهم بيقين كل كبير انه ذبها برقبة عالم وطلع من عندها سالم. ما انا بالنسبه لهم امشي على ديني. إيه؟ بالنسبة لهم، لكن احنا بالنسبة لأهل السنة والجماعة، يعني بالنسبة لأهل السنة والجماعة فهي الله مستعان. على العموم جزاك الله خيرا يا غالي، وأفدت وأجدت والله، وكلامك فيه 90% من الصائب، ربنا يعزك.